واحنا صغيرين لما كنا بناخد النصايح والاوامر من امهاتنا وابهاتنا كنا بنسأل ليه، والاجابة كانت عشان تفلح. وعمرنا فكرنا يعني ايه تفلح، ولما كنا بنسمع الاذان والمؤذن بيقول حي على الفلاح ما كناش بنفهم يعني ايه الفلاح. اغلب الناس ما تعرفش ان الفلاح سبب وجودنا على الارض وهدفنا في الحياة من اول ما وعينا على الدنيا. معنى الفلاح هو الفوز، من اقوى المعاني والرسائل اللي ربنا اداها لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقة جديدة من رسائل العاشقين لسيد المرسلين. الحبيب اليوم أو عاشق الحبيب صلى الله عليه وسلم هو من الجمادات التي هي جمادات في ظاهرها. حب النبي صلى الله عليه وسلم تعدى البشر، تعدى الكائنات الأخرى، تعدى جنس الحيوانات، تعدى النباتات، كل ما في الكون أحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحبيب عليه الصلاة والسلام كان قبل بعثته يسلم عليه الشجر ويسلم عليه الحجر فيقول السلام عليك يا رسول الله، كان يسمع هذه الأصوات. الحبيب صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه كان يمسك الحصيات في يده الشريفة فيسبح الحصى في يد الرسول صلى الله عليه وسلم. تعدى الأمر إلى أنه يسبح في يد سيدنا أبو بكر كما جاء في الحديث، وسبح في يد الفاروق عمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه خلافة النبوة. معناه أن الأمر تعدى الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى كل إنسان صالح يتناغم مع هذا الكون، سواء سمعت تسبيحه فهمته أم لم تفهمه، لأن الإنسان سيد في هذا الكون متفاعل مع هذا الكون. العلماء لما تكلموا عن علاقتنا بالبيئة اللي حوالينا فقالوا إن أول حاجة في علاقتك بالبيئة اسمها المحافظة والتسخير، يعني زي ما رب العالمين سبحانه وتعالى سخر لك هذا الكون بما فيه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا التسخير من الله سبحانه وتعالى مش عشان تستبد بخير هذا الكون، مش عشان تمنع غيرك من بني الإنسان، مش عشان تنفرد في هذا الكون وتتحكم في مقدرات هذا الكون أو في معطياته، ولكن الله سبحانه وتعالى سخر لك كل ما في الكون على أساس أن تحافظ عليه ولا تمنع غيرك. قالوا أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعلك بين الحق والواجب، يعني كما أذن لك وأعطى لك حقا في الاستفادة بهذا الكون جعل عليك واجبا تجاه هذا الكون، حتى حق أنك تحتفظ بديانتك فأوجب عليك أيضا أن تحافظ على دينك وتحافظ كما في الإسلام على حرية المعتقد لغيرك. وشفنا ده طوال قرون عديدة في الحضارة الإسلامية إزاي كان المسلم يحافظ على معتقده وعلى معتقد الأديان الأخرى الذين نشأوا في ظل الحماية الإسلامية. جعل لك الله سبحانه وتعالى أيضا لك أنك من حريتك أن يكون لك منهج في إعمار هذا الكون، ولك حق أن تبني في هذا الكون، ولكن بشرط أن يكون منهجك سليما، ما يكونش هذا المنهج معتمد على إرهاب. أي نوع من أنواع الإرهاب؟ أقصى أنواع الإرهاب إن أنا أرهب ضميرك، أخوفك من الداخل، أخليك مش عارف تتكلم، الخوف من الأب والأم، الخوف من الظلم، الإحساس بالقهر هو أشد أنواع الإرهاب، لأنها بتحطم النفسية تماما وينشأ منها إنسان غير سوي، يدمر نفسه ويدمر من حوله. قال أخيرا العلماء أنك كما يجب عليك أن تحافظ
على البيئة يجب عليك أن تتعدى هذا إلى محبتها، أن يكون بينك وبينها نوع من الألفة. وجاء هذا في القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل في الآية الكريمة: فما بكت عليهم السماء والأرض. فسرها الإمام ابن عباس أن السماء والأرض يحدث عندهم نوع من البكاء والحزن على العبد الصالح، فإذا مات العبد الصالح بكى عليه موضع سجوده في الأرض، وبكت عليه السماوات لأن كان يرفع لها أعمال هذا العبد الصالح ودعاء هذا العبد الصالح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قام بكل هذه المقومات، قام النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بالبيئة، بالحفاظ عليها، بحب هذه الكائنات التي حوله، لذلك أحبته هذه الكائنات وأعطته وسبحت بين يديه. كل هذا أو كل ما نقوله لكي نصل إلى قصة حب أشار إليها نفس الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسميت بها غزوة من أهم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، قصة حب جبل للنبي عليه الصلاة والسلام، قصة حب جبل أحد للرسول صلى الله عليه وسلم. كان الإمام الشعراوي رحمه الله يقول: أحد رضي الله عنه أعطاه هذه المرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، فأشار إليه النبي بالمحبوبية. قال العلماء أن عشق الجبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عشقا على حقيقته، ليس عشقا مجازيا. النبي صلى الله عليه وسلم صعد ذات يوم إلى جبل أحد مع صحابته المقربين، فتحرك الجبل واهتز هذا الجبل، اهتز هزة المحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم، اهتز فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاطبه الحبيب: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجبل خطاب العاقل، لذلك هذا الجبل قام بدور من أهم الأدوار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد التي سنتكلم عنها في رسائل العاشقين. وأريد أن أختم قبل أن أبدأ بالحديث أو الرسالة التي جاءت في صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام. تقول هذه الرسالة: رسالة من العزيز الحميد، أي من الله، إلى العبد الآبق من العبيد، الهارب من طاعة الله إلى معصية الله إلى طاعته. سلام عليكم، هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من ذكاء العلم ونور الفهم. فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود، واخترت لكم الجود، وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والعقول ففهمتم، والقلوب فعلمتم، وأشهدتكم على أنفسكم بالوحدانية فشهدتم، وبعد الإقبال أدبرتم، وعند الإقرار أنكرتم ونقضتم عهودنا، فلا يوحشنكم ذلك منا، فإن عدتم عدنا، وزدنا في الكرم وجدنا، كرمنا مبذول وسترنا مسبول. عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها، والأرض ودورانها، والشمس وشعاعها، ما بين متحرك وساكن، وظاهر وكان. عبدي لو أمرت البحار لأغرقتك في معانيها، ولو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، ولكني أحميك بقدرتي وأمدك بقوتي، وأؤجلك إلى أجل أجلته وإلى وقت وقدته، فوعزتي وجلالي لابد لك من الورود علي والوقوف بين يدي، أعدد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محال أنك من أهل النار، وليتك رضواني ومنحتك غفراني، من أجلك سميت نفسي غفار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.